بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبابي، سنعيش معكم في حلقة جديدة من حلقات شرايين، وهذه الحلقة سنتكلم على الجانب الطبي. لماذا في رمضان تكثر الأمراض الجهاز الهضمي ويأتوننا إلى المستشفى لعلاج القرحة المعدية وانتفاخ البطن؟ ولكن هذا يخالف ما تكلمنا عليه نحن في الحلقات الماضية، إن الصوم وهو جنة وهو صحة وهو عافية. ولكن أحبابي، النقطة الأولى التي أود أن أشير إليها وهو الخبز الأبيض أو ما يسمى باللغة الأجنبية لافارين بلانش، وهو من القمح اللين. النقطة الأولى التي أشير إليها، الآن القمح العالمي معدل جينيا لزوجيام، وكما تعلمون أي شيء معدل جينيا فهو مضر للصحة. والنقطة الثانية التي تكلم عليها وهو ما يسمى الاندكس جليسيمي، جليسيمي اندكس، هذا مهم جدا. الآن الدراسة تثبت أن عندما الإنسان يأكل 100 غرام من الخبز نسبة السكر ترتفع أكثر من يأكل السكر في حد ذاته، وهنا يؤثر مباشرة على صحة الإنسان ما يسمى البيك دو جليسيمي. هذا عنده تأثير خطير جدا على صحة الإنسان، لأن عندما يرتفع السكر ارتفاع كبير مرة واحدة يرتفع معها الأنسولين، وهو الأنسولين يؤثر على صحة الإنسان تأثيرا كبيرا وخاصة على القلب والشرايين. النقطة التي أشير إليها وهو عندما طحن الفرينة أو الخبز الأبيض ننزع منه النخالة، وهذا أكبر بدعة ارتكبها الإنسان. لازم تعرفوا أحبابي، النخالة عندها دور مهم جدا من ناحية العلمية. أولا تنقية الأمعاء من الشوائب التي تلتصق بالأمعاء، وكذلك هناك شيء مهم جدا، إن النخالة وهي التي تمتص العصارة الصفراوية في الأمعاء وتخرج بها إلى الخارج. أما عندما ما نكلوش نحن النخالة وش يوقع لنا؟ أول شيء الصفرة تفرز في الأمعاء ثم تعاد تمتص ما يسمى بالفرنسية لوسيكر أنتيرويباتيك، وهنا يؤدي إلى تسمم الكبد. إذن أهمية النخالة لها أهمية قصوى. وهنا أشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد المرات أحد زواجه أعطته خبز بدون نخالة فقال لها أعيد النخالة. وأول من ابتدع هذه هم الرومان الذين نزعوا النخالة على الدقيق. الشيء الخطير أيضا أيها الأحبة، هو عندما نطهي الخبز نزيد المادة وهي لاميليورون المحسن. ولا أقول لكم أحبابي، المحسن خطر على صحة الإنسان. والقوانين العالمية وهو 250 غرام فقط في 100 كيلوغرام، ولكن للأسف الشديد هذه النسبة لا تحترم، وحتى الآن ما نعرفوش لا فورميل لهذا لاميليورون، وهو مسرطن بدرجة كبيرة. لذلك بعض الدول العالمية حرماته ومنعاته على الخبازين لاستعمال هذا المحسن في كل مخابز بعض الدول الأوروبية. إذن المحسن خطر كبير. وكذلك يا إخوانا الكرام، وهو الطهي، طهي الخبز يتم في فرن كهربائي، درجة الحرارة يطلعوها 360 درجة مئوية، وهنا خطر كبير حيث تتحول الجلوسيدات إلى مادة اسمها ليزاكراليميد. الليزاكراليميد هي مادة مسرطنة موجودة أولا في الشيبس، وهي مادة مسرطنة وخطر على الأطفال، وكذلك في البيتزا والخبز والقهوة. الليزاكراليميد اللي حب يبحث عليها يكتب الليزاكراليميد، وهناك دراسات رائعة وخاصة الدراسات الكندية. كذلك أحبابي، ما يسمى الآن بالنسبة للفرينة الموجودة فيها نسبة عالية من الجلوتين، هذه النسبة العالية تؤثر مباشرة على الأمعاء ودير التهاب معوي، وكذلك توسيع القنوات الهضمية التي تؤدي إلى أمراض خطيرة منها مرض كرون. وعلاش الخبازين وش يديروا؟ ما يفعلون الخبازين؟ يديروا ما يسمى التخمر السريع. التخمر السريع هو حاليا 4 ساعات يديروا خميرة، وأنا أقول هنا الخميرة التي تأتينا من الخارج هي معدلة جينيا، الخميرة التي تأتينا من الخارج هي معدلة جينيا، والتخمر يكون 4 ساعات فيطلع نسبة الجلوتين
في الخبز الأبيض. وكذلك يا إخوانا الكرام الملح، الملح الذي يضاف إلى الخبز هو ليس ملح فيه اليود، ويأتون بالملح الذي ليس فيه اليود البحري وهو رخيص، وكما تعلمون أن اليود عنده تأثير مباشرة على الغدة الدرقية. كذلك يا إخوانا الكرام الإنسان ليأكل الخبز أنا أتمنى لازم يأكل معه الثوم. أنا أقول معلومة رائعة جدا، الإنسان عندما يتحتم عليه يأكل الخبز لازم يأكل معه الثوم، والثوم ينقص من مضار الخبز الأبيض. وهنا أقول لأحبابي أن الخبز الأبيض إذا حبين الإنسان بصحته ينقص منه بقدر ما يستطيع. وأنا أقول وش هو الحل؟ الحل إخوانا الكرام هو الإنسان يروح إلى خبز السميد أو خبز الشعير. وأنا أتمنى من أحباب الإرادة الصحة أن يكون يكون الخبز مصنوع بالقمح الذي هو غير معدل جينيا، لأن التعديل الجيني عنده خطر كبير على صحة الإنسان. وكذلك إخوانا الكرام الطهي، لازم الطهي ما درجة حرارة ما تفوتش 100 درجة مئوية وهنا تكون صحية. كذلك بالنسبة للخميرة نستعمل الخميرة الطبيعية، وهو أن المرأة تأتي بالعجين وتضيف له الملح والماء الساخن وتتركه مدة معينة، هناك تخمر، هناك ما يسمى البكتيريا الموجودة في الهواء تخمره طبيعيا، والتخمير الطبيعي هو صحي يا إخوان الكرام. لذلك نبتعد على الخميرة المهدرجة المعدلة جينيا التي تأتينا من الخارج. وهنا يا إخوان الكرام حتى الملح اللي نضيفه يكون ملح فيه اليود. لذلك أنا أنصح كل أخواتي وبناتي في رمضان يحاولوا ينقصوا بقدر الإمكان من الخبز الأبيض الفرينة البيضاء، لأن أكل العجين دائما يؤثر على صحة الإنسان. فالإنسان عندما يأكل الخبز في الدار تكون صحية، وهنا الإنسان يقدر يتناول هذه المادة وتكون عنده أثار جانبية ويصوم صوم صحي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه النصائح لازم تعرفوها ولم تفهموها حتى نصوم صوم صحي وكذلك نستفيد من شهر رمضان. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.